استاذ طارق، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي كابتن اسلام؟ اهلا وسهلا يا فندم، اخبار حضرتك ايه وتحياتك؟ ازي كابتن فتحي؟ ازي يا طارق بيه، وحشني والله. انت اكتر. ليه ما بنشوفكش في النادي ليه؟ لا احنا على طول في النادي يا باشا. ده هو على طول في النادي صحيح، اليومين دول تحديدا كمان، علشان اللي انا سامعه بقى، ما اعرفش حضرتك صحح لي، الحمد لله اخبار العضويات ايه الاول؟ بص هيك يعني، الحمد لله في اقبال طبعا غير طبيعي. من وقت ما كابتن محمود الخطيب كمان الاقبال زاد قوي، بعد ما كابتن محمود الخطيب اعلن عن افتتاح الفرع في 1/6 ان شاء الله. النادي في التجمع، حضرتك زي ما عرضت وقت كده الصور والفيديوهات، حاجه بتشرف مصر كلها. يعني فرع من قلاع النادي الاهلي بقى، اللي فيه كل الخدمات المتوفره ومساحه، يعني الفرع على حوالي 50 فدان، مساحه كبيره جدا وكل الانشطه الحمد لله. حاجه اي حد من الزوار اللي راحوا زاروا الفرع قريب اشاده غير طبيعيه. فبالنسبه للعضويات، الاقبال زاد اول فترة الاخيره جدا عليها. فكابتن محمود الخطيب ادى تعليمات ان نبدا بقى تسهيلا على الراغبين لعضويات التجمع، نعمل لجان في فرع التجمع. ففي لجنه ان شاء الله، دي اول لجنه هتكون يوم الاربعاء الساعه 4 ان شاء الله. اي حد عنده من الراغبين في العضويه يعني عنده الرغبه يتقدم ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 4 فرع التجمع، فرع النادي في التجمع بتاعي. دي تيسيرا برضه المقيمين بالقرب هناك او اعماله هناك، ودي هيتلوها برضه ان شاء الله لجان في افرع النادي، هيبقى في الشيخ زايد وهيبقى في مدينه نصر. عارف حضرتك احنا متعودين دايما اللجنه تبقى في المقر في الجزيره. حقيقي. فالجديد بقى ان احنا يعني للتيسير على الراغبين في العضويه، وخصوصا بعد الاقبال الكبير اللي في الفتره الاخيره. استاذ طارق، انت خلال الفتره الاخيره الحقيقه، وحضرتك رئيسا للجنة العضويات، خلال الفتره الاخيره كان هناك عدد كبير من العضويات بيتقدم لعضويه النادي الاهلي. هل معنى ان انا اللجنه تروح لمقر النادي الاهلي في التجمع الخامس ان هتبقى العضويه خاصه بالتجمع الخامس فقط، ولكن ولا هل حضرتك بتقول انه لا، ممكن جدا جدا ان انت تدفع الفلوس ولكن تخش مثلا في فرع الجزيره، في فرع، في اي فرع؟ الاساس تيسير على الراغبين عضويه التجمع، لكن في نفس اللجنه لو تقدم للعضويه الرئيسيه، ولغايه دلوقتي برضه في اعداد شهريا في العضويه الرئيسيه. دول عامله للنادي كله، او عضويه فرع الشيخ زايد برضه هتقبل في نفس اللجنه. ايوه. وبرضه هيتلوها للتيسير، لان حضرتك ممكن يكون ساكن في الشيخ زايد وعمله مثلا في التجمع، عايز بالظبط فرع الشيخ زايد، دي برضه هتبقى موجوده جوه اللجنه. هي نوع من التنوع للتيسير على كل الراغبين في الادويه، وطبعا مجهود عالي جدا من الاداره التنفيذيه، الدكتور سعد الشلبي واستاذ عز حلمي مدير الاشتراكات، استاذ محمد رمضان، استاذ لندا مدير اشتراكات التجمع الخامس، فريق عمل في النادي محترم جدا شغال اليومين دول يعني ليل ونهار عشان استيفاء الاوراق وتلبيه الراغبين، تلبيه الراغبين للادويه. لا يعني الحقيقه برضه مجهود كبير من مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه في وصول هذا المقر بهذا الشكل الرائع الحقيقه اللي احنا لسه كنا بنعرضه. حاجه جميله جدا جدا يا طارق بيه بجد والله، بعيدا عن اي حاجه، كعضو عامل في النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، افتتاح المقر الرابع ان شاء الله 1/6 اعتقد بيمثل نقله نوعيه كبيره جدا 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 في عائله الاهلي. وما زالت الأضوية بسعر زهيد مقارنة باللي اتعمل جوه الفرع، ومقارنة بأندية كتير. ودايما يعني بنكرر حتة إن الحمد لله يعني مجلس كابتن محمود الخطيب من الدورة اللي فاتت واحنا بنعمل اللائحة، أضفنا ميزة كانت قبل كده 3 سنين خليناها 4 سنين. أيوة. اللي بيعمل أضوية الفرع، إن دي الحق خلال 4 سنوات إن هو يعلق أضويته خلال أضوية عاملة للنادي كله بنفس سعر الأضوية العاملة اللي هي موجوده دلوقتي وقت اشتراكه. هو انا غششت جميله جدا يعني بيستمتع بيها طبعا. انا غششت الناس الفتره اللي فاتت يعني اللي عايز يعني الراغبين في الحصول على عضويه النادي الاهلي، قلت لهم ان يعني الحقوا قبل 1/9. هل من المفترض ان احنا بدايه من 1/9 الامور هتتغير في ناحيه العضويه، ولا لسه لم يتم اتخاذ القرار؟ بص حضرتك، هو ما فيش تاريخ محدد، لكن هو يعني الشواهد طبعا طبيعي يحصل زيادات
العضويه ده طبيعي انه هيحصل يعني. انما القرار وامتى لسه يعني لسه لم يتم اتخاذ القرار. وطبعا يعني هو يعني جزء كبير برضه بيبقوا حريصين ان هو قبل اي زيادات قد تحدث بالظبط كده زي ما اقول حضرتك. السعر اللي موجود حاليا بخدمات النادي بالامكانيات الموجوده في الفرع سواء هو فرع الشتات اللي هي عضو الفرع يعني يعتبر مبلغ زهيد مقارنه باسعار كثيره قوي في كل انديه مصر. لا وطرق التقسيط اللي حضراتكم عاملينها ويعني كل الموضوع بيبقى ماشي ازاي؟ يعني انتوا عاملين طرق تقسيط رائعه الحقيقه. طرق تقسيط معموله من خلال النادي ميسره جدا بتوقيت الاشتراك. يعني الحمد لله وبكل الوسائل المتاحه اللي هي بنضمن بيها ان شاء الله بيبقى انضمام لعائله الاهلي وفي نفس الوقت بالطريقه اللي هي تيسر على الراغبين للعضويه. طارق بيه لو حابب ان انت تقول هل في امور معينه محتاجها من الناس اللي هتيجي تبقى او الناس الراغبه او الراغبين في الحصول على عضويه النادي الاهلي، هل في امور، هل في شروط، هل في حاجه من هذا القبيل؟ هي الشروط معلنه اللي هو اي متقدم للعضويه بيقدم شهاده البكالوريوس او الشهاده الحاصل عليها ووصفة الزواج، شهادات ميلاد الأطفال، وسواء بقى ما بيحصل المقابلة سواء بيدفع نقدي المبلغ كله أو نشوف التقسيط مثلاً. هل في فرق ما بين التقسيط والمبلغ النقدي؟ طبيعي بيبقى موجود اللي هو المصاريف الإدارية اللي بتتحمل بقى، وزي ما بقول لحضرتك في النهاية اللي موجود حالياً طبعا حاجه مقارنه بكم الانفاق على الخدمات في الفرع. الحقيقه مقر التجمع الخامس يا فندم حاجه كل المقرات يعني، ولكن انا بتكلم بما ان مقر التجمع الخامس ده يعني الكابتن خطيب في كلماته لافتتاح ان هيتم الافتتاح يوم 1/6 قال مليار ونصف مليار جنيه مدفوعه عشان يقام هذا المقر بهذا الشكل الرائع يا طارق بيه. حاجة يعني الحمد لله بتشرفنا كلنا. نعم. وحاجة إنجاز في وقت برضو أزمات مالية عدد كتير من المؤسسات، ومع ذلك الحمد لله يعني تمكن الحمد لله مجلس إدارة النادي الأهلي بتعاون مع جهات كتيرة قوي. أيوة. نتمكن من إتمام الوليد الجديد للقلعة الحمراء فرع التجمع. يعني الحقيقه يا فندم انا بشكرك بالنيابه عن كثير من اعضاء الجمعيه العموميه وبالنيابه عن كثير من الراغبين في الدخول في عائله النادي الاهلي، بشكرك وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي على هذا المقر الرائع وعلى الاهتمام الكبير بمقرات النادي الاهلي في كل مكان سواء في الجزيره او الشيخ زايد او في مدينه نصر، وبنشكركم جدا 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 على هذا الامر. شكرا جزيلا الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة العضويات في النادي الأهلي، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا.